انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وانسجاماً مع جهود سموه في دعم الموهوبين من الكتاب والكاتبات في دولة الإمارات وفي أنحاء الوطن العربي الكبير، أعلنت دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة عن الدورة 20 لجائزة الشارقة للإبداع العربي في إصدارها الأول، والتي تخص المخطوطات المعدة للإصدار الأول للكاتب أو الكاتبة ولم يسبق نشرها في كتاب، وذلك في المجالات الآتية: القصة القصيرة، الشعر الفصيح، الرواية، النص المسرحي، أدب الطفل. وتخصص هذه الدورة للشعر الموجه للطفل، كما يتم تغيير التخصص كل عام. أما النقد فيخصص هذا العام لدراسة تحولات القصة القصيرة بين الجماليات والضرورة، كما يتم تغيير التخصص في كل عام.